من الإسكندرية موطن الأدب والفن والثقافة، بدأ الكاتب والسيناريست الكبير محمد السيد عيد رحلته في عالم الدراما المصرية، محملاً بخبرات اكتسبها في طفولته من مدينة المتوسط الساحرة وخلال مشاركته في حرب أكتوبر المجيدة. في قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية بكلية أدب الإسكندرية، تخرج عيد في عام 1969 لينبغ بعدها في مجال الكتابة والتأليف، ويبدأ في عدة مناصب ثقافية، منها نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكتاب ونقابة المهن السينمائية ونائب رئيس هيئة قصور الثقافة. في رحلته الطويلة قدم عيد قرابة 78 مسلسلاً إذاعياً وأكثر من 30 سهرة درامية، بالإضافة للعديد من المسلسلات التلفزيونية أبرزها الزيني بركات وزمن العطش وقاسم أمين وشاطئ الخريف وعلي مبارك ومشرفة رجل من هذا الزمان والإمام الغزالي والأميرة ذات الهمة وطلعت حرب. وتعاون الكاتب الكبير مع كبار المخرجين ومنهم يحيى العلمي وإنعام محمد علي، وحصل محمد السيد عيد على العديد من الجوائز، منها أحسن كاتب سيناريو من مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون، وجائزة الدولة التشجيعية في الفنون عام 1967، وأحسن مسلسل للإذاعة المصرية الخطط المقرزية، وأحسن كاتب سيناريو في عام 2003 عن مسلسل قاسم أمين. كما حصل مسلسله عن العالم الكبير علي مصطفى مشرفة على العديد من الجوائز محلياً ودولياً، وللكاتب الكبير نحو 40 كتاباً في الفن والثقافة، أبرزها ثلاثية التراث في مسرح صلاح عبد الصبور ومسرح نجيب سرور ومسرح عبد الرحمن الشرقاوي ودراسات في المسرح المعاصر، بالإضافة لتحقيق عدد من أعمال نجيب سرور وبيرم التونسي وأوبريت شهرزاد لعزيز عيد.